قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. الطرف الثاني المنحلين اللي ما يرون الولاء والبراء ويرون الناس سواء، ولا يقولون ما علينا من الدين، الدين كل اللي هو دين، لكن احنا بنو الإنسان وبنو آدم ونحن سواء، ولا يجوز كره الآخر. يسمونه كره الآخر، يسمونه كره الآخر، لا تكره أحدا. الإنسانية، عليك بالإنسانية، وبنو آدم كلهم إخوان، لا فرق بين كافر ومسلم. هكذا ينادون الآن ويطالبون بإسقاط الولاء والبراء من الإسلام، ولو تمكنوا لمسحوا الآيات التي في القرآن، وحاولوا أنها ما تكتب في المنهج ولا تكتب في المقررات، حاولوا هذا أنها ما تكتب في المنهج، لأن هذا يقولون يشوه المسلمين ويشوه الإسلام وما أدري كيف. فهم على طرف النقيض مع الغلاة، هؤلاء مفرطون وأولئك مفرطون، إفراط أو تفريط. والدين الوسط هو ما ذكرنا، فأنت تحب من يحبهم الله وتعادي من عاداهم الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الله عدو للكافرين، لا يحب الكافرين، فأنت لا تحبهم، فأنت تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. هذا هو المقياس في الحب والبغض والولاء والبراء، تابع لمحبة الله وبغض الله للأعمال وللأشخاص. فأنت لا تحب من الأشخاص إلا من يحبه الله، ولا تحب من الأعمال إلا ما يحبه الله. فهذا أمر يجب أن نتفطن له غاية التفطن، لأن الآن الحملة شرسة ضد هذا الباب، يريدون أن يقتلعوا الولاء والبراء من الإسلام، وأن ما يكون بين الناس فرق أبداً، كلهم بنو آدم وكلهم إخوان وكلهم، وكل له دينه، يقولون كل له دينه، يقولون اليهود يعبدون الله والنصارى يعبدون الله ونحن نعبد الله، يعني معناه صارت الأديان سواء كلها عبادة لله. أنا أقول لا، اليهود لا يعبدون الله، وإنما هم كفار مشركون. النصارى أشد، يعبدون المسيح ويقولون ثالث ثلاثة أو ابن الله أو هو الله، تعالى الله عما يقولون، هم لا يعبدون الله وليسوا على دين. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنه بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين إلا دين الرسول، وجميع الأديان نسخت وانتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوجب الله على جميع البشر أن يطيعوا هذا الرسول، فمن لم يطعه فإنه كافر من أي نوع كان ومن أي ملة كان، كافر. وإن كان يزعم أنه يعبد الله، وإن كان يزعم أنه تابع لموسى أو عيسى، قد كذبوا، ليسوا تابعين لموسى، لأن موسى وعيسى عليهما السلام نزل عليهما أنه إذا بعث محمد فإنه يجب اتباعه، هذا في التوراة، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا الموجود في التوراة والإنجيل. فهم كذبوا في قولهم أنهم يتبعون موسى أو يتبعون عيسى. وهناك من يقول نرجع إلى دين إبراهيم، ما نبي يهودية ولا نصرانية ولا إسلام، نرجع إلى دين إبراهيم. هل دين إبراهيم غير دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم بعث بدين إبراهيم، والرسل قبله بعثوا بدين إبراهيم، فكل الرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم كانوا على دين إبراهيم. فالحاصل أنكم الآن في مفترق طرق بين هذه الفئات من الكفار ومن المنافقين ومن أهل الزيغ والضلال، الذين يريدون أن يتلاعبوا بالدين وأن يحولوا الناس إلى الكفر، وأن يزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار، يريدون أن يزيلوا الفوارق، يزيلون الكراهة ويسمونها غلو وإرهاب، يسمون الولاء والبراء بالغلو والإرهاب والتطرف، وصرحوا بهذا في مقالاتهم، ولا يزال عفنهم يصدر الآن في الصحف والجرائد، لا يزال هذا العفن ينبعث من هذه البالوعات الخبيثة. فيجب أن نتفطن لهذا الأمر، وأن يزيد حرصنا على فهم، على الفهم، ما هو على الغيرة غير مؤسسة على حق،
على الفهم الصحيح لدين الله عز وجل، لا إفراط ولا تفريط في هذا الباب وغيره، لكن في هذا الباب بالذات لأنه الآن هو محل العراك بين المسلمين وبين المنافقين وبين الكفار. فالمنافقون انضموا إلى الكفار الآن، كانوا في الأول ساكتين، فلما تنفس الكفار انحاز إليهم المنافقون من أبناء المسلمين وصاروا ينادون بأفكار الكفار ويؤيدونها. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن لا ننخدع بهذه الدعايات المضللة. نعم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.